شرف لنا أن التقينا بهذا الجهة الطيبة الذي قدمت خدمات، واشتغلت في شهر رمضان كان شغل كبير مثل خلية النحل. الأخ العميد طارق محمد عبد الله صالح على إدخال الفرحة والبسمة إلى قلوب الأطفال من الأيتام والنازحين والفقراء، على جميع المخيمات المناطق الساحلية، على مجهودها الذي تقدمه لهذا المخيم. أتمنى هذا الدعم يظل متواصل. المبادرات الخيرية تلو المبادرات، أدخلوا الابتسامة على شفاه الأطفال. أشكر أيضا من ساهم معنا يعني في هذا الحملة، نثمن تثمينا عاليا جهود المقاومة الوطنية، توزيع كسوة العيد لليتامى، وهذه لفتة كريمة منه للمواطنين والنازحين. أسأل الله عز وجل أن يأجرهم عليه وأن يعينهم. أحب أن أشكركم وأقول لكم كل عام وأنتم بخير.